من هو محبوب عمر؟ مصري، فلسطيني، عربي؟ هل هو مثقف، مقاتل، طبيب، شاعر، أديب؟ كثير من المتناقضات استطاع أن يجمعها السياسي البرغماتي مع الراهب المتقشف الزاهد. محبوب ظل مسيحيا حتى آخر لحظة من حياته، ولكن كثيرين يعتقدوا أن محبوب كاتب إسلامي نتيجة لأنه كان يضمن مفاهيم كتاباته السياسية بمقولات ومأثورات إسلامية. الخط ده خطي والكلمة دي ليا، الخط ده خطي والكلمة دي ليا، غطي الورق الورق غطي بالدمع يا عينيا، محجوب اتخذ عدة أسماء، لكن الاسم الذي استقر عليه هو محجوب، ولذلك لم نكن نعرف اسمه الحقيقي. ربما المرة الأولى التي سمعت اسمه الحقيقي هو في ذلك اليوم الذي كان ينادى عليه لكي يجلد، رؤوف نظمي ميخائيل عبد الملك. كنا فتية صغار، تحديداً يناير 52، أخذونا إلى معتقل صغير جدا واستخدم لفترة قصيرة اللي هو الكارانتينا الصحية بتاعت مطار ألمازة. تعرفت هناك على رؤوف نظمي، وكانت سبب التعرف هو معركة أيديولوجية خطيرة جدا وقعنا فيها، إنه صمم المعتقلون المتأسلمون إنه رؤوف يغير اسمه. ليه؟ الرؤوف ده اسم ربنا، وبالتالي هذا الاسم اسم كافر، ولا يجوز إنك أنت تقاله تعبير غريب جدا يوميا. أنا عيل صغير طبعا ولما يموتنا على نفسنا من الضحك، لا يجوز ان تلتحف به، والحل هو انك تغير اسمك الى عبد الرؤوف. والسيد رؤوف صمم على انه ما يبقاش عبد الرؤوف. محجوب تعرفت عليه في الفترة اللي هو اتطوع فيها في حرب 67، وانا اتطوعت فيها، بس انا اتطوعت دخلوني الجيش لان ما كنتش معتقل، هو لانه ليه تاريخ سياسي ومعتقل دخلوه عن طريق نقابة الاطباء ودول اسماعيلية وبورسعيد ومع مجموعة تانية اللي هم ايمان كان بيكلم عليهم اللي هم قوميين العرب شبابنا احنا اللي كنا معظمنا في السجن، مش عايز اقول كلنا. قبض عليا من سجن القاهرة إلى سجن القناطر، وفجأة وفد إلى سجن القناطر زائر كل السجن تهز ليه. إيه؟ التنظيم بتاعه اتهموا إنه جاسوس، وطلب من الجميع مقاطعته. أبلغونا رسمياً، القيادات بتبلغ بعضها ان هذا الشخص جاسوس وانه نطلب منكم مقاطعته مقاطعة نهائية. انا بصيت على الجاسوس لقيته صديقي القديم، فوانا متمرد يعني كده بمزاجي قررت ان انا اكسر هذا الحاجز، و أبلغت المسؤول بتاعي إن أنا تصاحبي وأنا هتكلم معاه، بس خليهم يخبطوا رأسهم في الحيط. يا ما سهرت الليل ورا الإضبان يا ست،
يا ما ركنت خدودي على أسوة الإضان يا ست، يا ما خبطت كفوفي على الإضان يا ست، يا ما سرحت بعيني ورا الإضان يا ست، لحد طرف التوب ألمسه بالرمش وحن ودوب ولا قلت توب. حضني باكيا، قال لي شفت عملوا فيا ايه. لقيته كاتب على الحيطة: لست يهوذا ولا حتى بطرس الرسول. وهنا أول مرة أعرف بقى قصة بطرس الرسول، هو الذي أنكر يسوع 3 مرات قبل أن يصيح ديك. التقينا بعد كده بقى طبعا في السنة اللي خرجنا فيها، قعدنا بره السنة، وبعدين رجعت أنا اعتقلت تاني، وبعدين قريت له مقال في مجلة الكاتب كان بيكتب فيها، أظن عنوانه حديث بلغة أخرى. ده كان المقال اللي مهد بيه لسفره وانضمامه لمنظمة التحرير وبتاع، لأنه هو كان بيرى أنه إيه، ما معناه أنه مكاننا مش هنا، مكاننا حيث يوجد جبهة النضال المفتوحة الآن. محجوب وقت اللي اجى على بيتنا عرفنا انه في شيء تاني بهالعالم نحن ما كنا بنعرفه، شو شيء حلو وشيء لازم كل الناس تتعرف عليه، اللي هو الموسيقى للرسم، اللي هو المسرح والحركات المسرحية والأغاني والشعر العامي وحتى القصص، حتى القصص كمان قصص الأطفال طبعا. فهول الاشياء كلهم كنت انا اول مره بحياتي وحتى اخواتي البقيه كنا بنتعرف انه موجودين بالدنيا من وراء محجوب. طبعا بسبب العلاقه الحلوه اللي كانت بيننا وبينه واللي كسر فيها كل الحواجز، لكن نقول له عمه ولا سيد ولا استاذ ولا دكتور، كان هو محجوب ندي باسمه وهو ينادينا باسمائنا طبعا، مثل كأنه اصحاب رفقه من نفس العمر. يعني ما كنت حسه حدا كبير مثل بي كنت حسه كبير. محجوب لا، كان طفل بس جسمه كبير. نسيمها انفاسي وترابها من ناسي، نسيمها انفاسي وترابها من ناسي، وإن رحت أنا ناسي، ما حد إنسانيش هي الخط ده خطي، والكلمة دي في يوم ما زال حيا في ذاكرتي، في أرد لمان أبي زعبل، رأيته متجردا من ملابسه أو مجردا منها، تنهال عليه السياط، عاريا تماما، ورآني هو في نفس الموقف بعد ذلك في بعض الإجراءات التي كانت تتم في أرض أبو زعبل. ومن الناحية النفسية باعتباري متخصص في علم النفس، رؤية كل منا للآخر عاريا لا تعني أنه عاري الجسد فقط، بل تعني أن كل منا رأى الآخر شفافا. أنا أذكر مرة في المرات الأولى في اليوم، كنا في الشتاء بقى، كنا دخلنا في الشتاء،
لقيته صباح الصبح لابس شورت وفانيلا بس او قميص غزن من غير فانيلا وماشي الدنيا برد. فبقول يا دكتور محجوب انت لابس كده ليه الدنيا برد؟ ما انا بقى لابس واتكلفت و الى اخره. قال لي شوف في السجن احنا ولا في منطقه صحراويه، دي منطقه قاريه، في فرق ما بين درجه الحراره بالنهار ودرجه بالليل، وبالليل يبقى 6-7 درجات. اذا كنت هتلبس ثقيل بالصبح ستضطر الى ان تضاعف الملابس التي تلبسها في المساء عشان تشعر بالدفء. فالافضل لك انك انت يبقى الصبح تخفف عشان اقل ملابس ثقيله تلبسها بالليل، ده ممكن ايه يشعرك بالدفء في داخل السن. عملنا تنظيم بقى ليه جريده اسمها الافق، وكان رؤوف نظمي وشكر عازر وعبد المحسن ناصر وثروة الياس سلامة، احنا الاربعة، وكان المسؤول هو رؤوف نظمي. الجريدة بتاعتنا الافق الشعار بتاعها صاح ربان في اعلى السفينة ارض في الافق، وطبعا هذا الكلام كان رؤوف هو اللي حطه وكان بيتقال كل اسبوع، وكانت المجلة بتسخر من تحليلات القيادة. وقتها قلنا لكل الناس من كل التنظيمات هذه القيادات لم تصل إلى الاشتراكية ولم تحقق أحلامكم، فاحذروا هذه القيادات لأنها لم توصلكم إلى أرض الاشتراكية على الإطلاق. كان عبد الناصر عامل مؤتمر لعمال السكة الحديد وقاعد يخطب فيهم وهاجم الشيوعيين وهاجم بتاع وحاجات زي كده. رؤوف نظمي كتب ردا على هذا البيان وطبعه وخده ونزل، وكان في واحد عامل في السكة الحديد بس ما كانش حاضر اسمه أمين شرف الدين، فاستدعى من بيته وقال له ادخل وفرق البيان ده. عبد الناصر صعق، وأي واحد لازم يصعق، الراجل من خمس يعني نص ساعة هو بيتكلم، كان بيقعد يتكلم بالساعتين، من نص ساعة كان بيتكلم في موضوع فلقى منشور مطبوع ومتوزع في الجلسة اللي هو بيخطب فيها وهو لسه ما خلصش الخطبة، طبعا شديدة شديدة. قررنا نعمل إضراب عن الطعام بالإفراج عننا في الواحات بحوالي 63 تقريبا. في هذا الوقت بينا جزء من المخابرات المصرية وبقوا يناقشونا واحنا مضربين، و عند عبد الناصر يتمنى ان عنده رجال زيكم يشتغلوا معاه. كان رؤوف بيلعب دور جوهري في هذا الاضراب، كان بيرفع روح المعنوية بتاع الناس المضربة، كان بيعد عليهم يناقشهم، وكان دايما مبتسم، كان دايما يدي امل للناس. كان الدكتور محجوب عمر صديقنا وصديق الدكتور شكري من قبل المعتقل، وقعد مع شكري طول فترة المعتقل، كانوا أصدقاء وقريبين سياسيا، ولما طلعنا كان هو شاهد الجواز بتاعنا، وهو وأخوه اللي جابوا لنا القسيس اللي جوزنا. محجوب ظل فترة كبيرة قبل أن يقبض عليه في مصر يمتهن مهن عديدة، نقاش، نجار، مهن لا يمكن وصفها، وفي نفس الوقت كان متنكر وقادر لفترة طويلة جدا انه يبقى مش مرصود من اعين الشرطة او اعين البوليس او اعين النظام.
في الدور الأخير على السطح كان في غرفة. الغرفة دي كان ساكن فيها رؤوف، وكان مكلف انه يعمل تجربة يعني مخيفة اذا كانت نجحت، اللي هي انه يعمل محطة اذاعة، ونجح معه يعني مرتين ثلاثة يذيع هنا محطة الحزب الشيوعي المصري، بس تفشل العملية لانها طبعا محتاجة اجهزة اكتر دقة ومحتاجة احتراف. لاكتب على عيني على عيني احرم عليك النوم، واحبش ضياع عيني ضياع عيني بدموع طول. محجوب من الاشخاص النادرين اللي كانوا قيادات، بس ما كانوا قيادات، كانوا فدائيه. ومحجوب ضلوا فدائي لمات، والحقيقه بيلبق له اسم الفدائي، لانه الفدائي هو يلي بيموت دفاعا عن الآخرين، يعني هو يلي بيضحي بحاله ليتلافى أن يصاب الآخرين بالأسف، مش يلي بيأذي الآخرين. كان في الأردن ينتظر الفدائيين اللي نزلوا راحوا الكيان الصهيوني عشان يعملوا عملية فدائية، وكان ينتظر عودتهم، وكان يغسل هدومهم. ولما لقى ان في رمض منتشر في جنوب الاردن، رمض في عينين تلاميذ المدارس في الاردن، راح عمل قطره، قرف الكتب القطره تتحضر ازاي وهي بسيطه، وعمل القطره وجاب اتنين مسلحين على كل باب مدرسه يقفوا، وكل تلميذ داخل المدرسه يحط له قطره في عينه. فخفت كل الأطفال وكل القرى اللي كانت في جنوب الأردن من القطرة. ولماذا يختار أحقر الأعمال ليقوم بها؟ تلك سمة قديمة في رؤوف ترجع إلى اعتقاده، وأظن أنه اعتقاد صحيح، أن المسؤول أو القائد إذا قام بعمل منع الآخرين من أن يستنكفوا القيام بمثل هذا العمل أو بما هو أدنى منه. كان يختار مثلا تنظيف دورة المياه، وهي المهمة التي كنا نتهرب منها جميعا لأنها مهمة كريهة، فعلها في المعتقل، وفعلها في مستشفى دمياط، وفعلها في المستشفى الذي عمل فيه في الأردن، بحيث كانوا في الأردن يخلطون بينه وبين عامل النظافة، وفي دمياط كانوا يقولون في تعبير بين السخرية والإعجاب الدكتور اللي بيعد الليمون، استلم الليمون بالعدد. لما نحكي معنا محجوب يقول أنا خدام اللطافة، فهو يسمي حاله خدام اللطافة لأنه كان خادم الجميع. يعني كنت انا متذكر نروح بقى مثلا مركز تخطيط ويصير وقت الغداء وهو يطبخ. عندما كان يتحدث عن نفسه لا يتحدث عن الانا بتاتا، كان دائما يقول احنا احنا، ويريد ان يجملنا ويجمل اصدقائه الغائبين واصدقاء الحاضرين. يعني دائما يشعر على ان الوجود هو جماعي وليس افرادي، فما يقول انا في خدمتكم، يقول نحن خدامين اللطافة. فنحن أصبحنا أيضا ننتمي إلى فريق اسمه خدامين اللطافة. لم يكن في نظمي هذه اللوسة للأكاديميين، كان فيه نوع من بساطة الفلاح وعمق النبأ وذكاء متوقد مع كل هذا التاريخ الكبير للمصريين من الهضامة والسخرية والكلمة النافذة إلى كل قلب وعقل. كنا شي 20 بنت جمعتهم، طلعنا على المخيم، قررنا أنه نحن ناخد بيت بالمخيم، وأنه نعمل تدريب عسكري بالنهار
وحمايات، يعني نساهم بحماية المخيم، لأنه كان في وقت بلشت الإغارات الإسرائيلية أول أو تاني يوم. ونحن قاعدين بالقاعدة اللي بمخيم البداوي اللي بيدربونا فيها، طبعا تدريب بدائي، فك سلاح حط سلاح ازحف نط مدري شو. فات شخص بيعرج شوي وأدأبونا، يعني بالنسبة للبنات الموجودات فعلا هو رجال، يمكن وقتها كان ربما أربعيني أو يمكن يعني هيك. فات وقعد لما خلصنا التدريب ووقت العشاء، وقعد أكل معنا وقدم حاله وقال أنا اسمي محجوب عمر وأنا جاي ناقش معكم. وحولها لعادة، يعني صار كل يوم عشية لمدة شهر نحن ضلينا بالمعسكر، هو بيجي وبيقعد وبيناقش بكل شيء. وشوي وشوي أضاف لهالنقاش أشعار. تعرفي كنا وقتها إحنا كنا يعني كتير متعلقين بالشيخ إمام، بظاهرة الشيخ إمام أساسا، وكلنا حافظين أشعاره. فجأة في حدا قدامنا وباللهجة المصرية، هو مصري، أحد يحكي شعر شعبي. كان أحيانا برضه يقول عبارات أنا كنت أتوقف أمامها وتأثر بها، يقول يمسيكي بالخير يا اللي في بالي، دي كان دايما يقولها في بداية المساء دون أن نعرف من هي اللي بباله دي، يعني من هي، هل هي أمه، هل هي حبيبته، هل هي مش عارف إيه. وكنا أحيانا نقول عبارات أنا أتوقف قدامها بإجلال وبإشفاق أيضا. يعني مرة بيقول لي إيه وإحنا ماشيين في الطابور، كان قال لي تصور أنا أول مرة من 23 سنة أشتري دولاب سوان للملابس، يعني أشتري دولاب، وكنت سعيد جدا بيه وجبته وحطيته، قلت اخيرا هيبقى لي دولاب احط فيه هدومي وارتبها واحطها على الشماعات. في هذا الاسبوع اللي انا اشتريت فيه الدولاب وعملت فيه هذه العمله تم القبض عليك. انه محجوب كان فنان، محجوب كان كاتب، محجوب كتب مسرحيات، محجوب كان يكتب شعر بالعاميه المصريه، غير يكتب مقالات كتب مسكرات الحصار في بيروت. ولا مرة عمل مثلنا نحن، صرنا بعدين كتاب، يلي هو انه الكتابة اهم شيء بحياته، وبالتالي كل شيء بوصفه للكتابة. هو كان يوصف كل شيء للنضال بما فيها الكتابة. يعني هو كان معجب بالحمار محجوب، لانه بيعتبره صبور وشغيل، وما بيطالب، بيشتغل وما بيطالب. والقصيدة كتير حلوة كانت، فكانت تقول أنا اسم حمار معروف مشهور شيخ الشطار، شغيل وبشيل الحملة تقيل مصروفي قليل، ده أنا اسم حمار. لما ولدت بنتي أنا هيك بأول حكية حبيت علمها هاي الغنية، فقالت لي عيب يا ماما كيف بدي أقول أنا اسم حمار، قلت لها هيدا واحد اسمه محجوب علمنا هي، قالت لي إيه ده محجوب بلا أدب. من الحاجات برضو اللطيفة قوي اللي بفتكرها دايما عن أنكل حبه للحمار. الحمار ده كان عنده حاجة يعني جميلة جدا، وأنا فاكرة في مرة يعني قلت له إيه يعني الحمار يعني اللي أنت بتتكلم عنه ده، ويعني ده في الآخر حمار، يعني إحنا بنشتم بعض بنقول أنت حمار يعني. فقال لي لا تعالي أنا أقول لك 20 صفة في الحمار مش موجودين في حد. وابتدى يعدد لي فعلا 20 صفة في الحمار، وأنه قد إيه وحمار وافي، يعني 20 صفة كتير جدا كلهم بيقولوا وكلهم حاجات حقيقية، وبتتكلم فعلا عن مزايا الحمار، وإنه حتى هو في مكتبه وراه صورة كبيرة كلها عبارة عن مجموعة حمير كتير قوي بجميع الأحجام والأشكال، وقد إنه شكله لطيف لدرجة إن أنا بعد كده بقيت بحب الحمار جدا، وبشوف إن شكله يعني بتعاطف معاه، وبحس إن هو فعلا من يعني الحيوان ده مظلوم معانا، إن إحنا يعني ما نقول لحد إن أنت حمار، دي حاجة لا مش حاجة لطيفة يعني. محجوب كان أولا صوته جميل جدا، كان يغني، هو أول من عرفني وأحببني في أغاني عبد الوهاب القديمة، لأنه كان دايما يكرر أغنية عبد الوهاب الشهيرة لما انت ناوت غيب على طول مش كنت اخر مره تقول. فطبعا دي اغنيه كان لها بالنسبه لنا واحنا شباب وصغيرين واول مره نغادر اسرنا ندرك يعني معنى الغياب، يعني غياب الاخرين عنا او غيابنا عن الاخرين.
يعني أول مرة سمعت عبد المطلب كان بصوته، شفت حبيبي وفرحت معاه، وكنا نازلين من الجبل من لبنان، فبس كان بيغني شفت حبيبي وفرحت معاه، ده الوصل جميل حلو يا محلى. لما اجا محجوب برفقة الوالد بال76 بتذكر من القاهرة، نحن كان عندنا مسجلة بالبيت، المسجلة طبعا ما كانت تعنينا اي شيء، كانت ديكور. محجوب جاب معه من القاهرة كاستات، وهو قاصد انه جايبهم لحتى يفسدنا نكيب الوالد يعني، لانه كان عنده جملة من الممنوعات، فجايب هالكاستات. اول كاسات وحطه كان يحكي لنا هيدا اسمه سيد درويش، هيدا الشخص بغني هول الاشياء تراث الى اخره، ويشرحن عن كل غنية. فأول غنية كانت لسيد درويش بتذكرها، شيء تراث نوبي، كانت بتقول سبت الخمارة سكنت في حارة ما فيش ولا واحد بارة، هيك بتذكر. كلمة طقطوقة اللي كنت أول مرة أنا بسمعها من 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 محجوب وقتها، من ضمن الكاستات اللي جبلنا هي طقطوقة لأمين حسنين سالم، هيك بتذكر اسمه، حدا كتير قديم يعني. وكانت شايعة بمصر طقطوقته اسمها اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، فكان محجوب يغنيها ويعمل حركات بجسمه كمان، حركات يعني مثل اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، لا ياخد باله منك ويزعل وياي، فاهم اوعى تكلمني. كمان اغاني عبد المطلب، من بينهم ساكن بحي السيدة، هلا أنا عم سمع على حفيدتي اللي عمرها سنين ساكن بحي السيدة. أنا ما عدت حافظة قصايد اللي أراهن، أرى كل يوم تقريبا قصيدة، بس أنا متذكرة بس اللازمة بوحدة من القصايد لفتت لي نظري، بتقول شلاه يا ست، هو عم يحكي مع ست زينب. شلاه يا ست، شلاه يا أم هاشم، يا بنت بنت النبي شلاه، مكتوب لي وقاسم اقول وانسكت، اموت وانهربت، اتوه وانتعبت، ارجع واقول لك سماح سماح. يا ست الجهاد والفلاح، الكلمه عندك سلاح، والخطوه عندك كفاح، سماح سماح يا اخت الشهيد، يا ست يا ريسه يا ام العزايم حديد، سماح. انا نفسي اشيل الكلمه واطلع على الميدان، انا نفسي اشيل الحرف واحلف على الزمان، مرجع لبابك ولا دوق ماء السبيل، ولا المش شعور الصبايا، ولا انظر الباب من بعيد، الا بطار اللي راح، الا بطار الشهيد، ويومها هرجع واقول لك سماح، رجع لك وليد، رجع لك وليد، اقول وانسكت، اموت وانهربت، اتوه وانتعبت، ارجع واقول لك سماح. بتذكر انا اول روايه قريتها او اول قصه قريتها كانت هي من اهداء محجوب، جبلنا هني على البيت، وقتها كان بلشوا بدار الفتى العربي بتنفيذ هيك مجموعه قصص للاطفال، من بينهم قصه اسمها البيت، هيك مربع صغير بتحكي عن بيوت الحيوانات، كل واحد شو هو بيته، الحصان له بيت، بيت الحصان هو الاسطبل، لحتى نوصل للآخر الفلسطيني ليس له بيت. وبتشرح القصة ليه ما عنده بيت، لأنه هو في الإسرائيل احتل البيت وهو هلأ ساكن بالخيمة. هيدي الرواية أنا بعتبرها من الكتب المقدسة، احتفظت فيها وقريتها لبنتي، وهلأ بنتي محتفظة فيها لتقراها لبنتها، لتقراها لألنا. أسعدني الحظ أني أتعرف عليه مبكرا في فترة مبكرة من حياتي، عمقت العلاقة أنه أخذني معاه إلى مخيم للأشبال في صبرا في بيروت، والحقيقة منذ ذلك الحين وحتى وفاته كان له دور كبير في بلورة أفكاري، في تشكيل الشخصية
والحقيقة أنا يعني عندي حظ كتير ما انقطعتش العلاقة إلا عندما سافرت أنا إلى أوروبا للدراسة والدراسات العليا، لكن لما رجعت تاني استأنفنا العلاقة حتى آخر يوم في حياته. أنا أعتبر نفسي محظوظ أنه الناس بتقول عليا من تلاميذه. محجوب ما كان يفكر بحاله، يعني محجوب بالأخير الأخير بيعرف الواحد أنه كان طبيب، يعني محجوب لو قعد عاقل بالأخير بيقدر يعمل حياة عادية برجوازية. أنا بقول بتكون سخيفة، يعني أنا بقول محجوب مثل ما هو كتير أحسن من دكتور محجوب الطبيب أو حتى الجراح يلي ممكن يكون بالقاهرة أو بغير مدينة من مصر ويعيش حياته ببيت مرتب ويجيب أولاد وإلى آخره. ما زلت أذكره أنه خلال 8 أيام أخرجنا كطلاب له مشبعين فكرة حرب المدن، بفكرة العنف المسلح، بفكرة العداء المطلق للسلطة، بفكرة التملص من الملاحقة البوليسية، بوسائل مواجهة التحقيق. كان مطلع كراس كيفية التملص في المدن. أنا لقيت قلت له يا دكتور شو هذا التملص في المدن؟ قال لي وقتها بيكونوا لحينك المخابرات لازم يكون عندك عدة شغل موجودة لتقدر تهرب منه. أول شغلة بده يكون معك لابس أنت ترانشكوت دوبل فاس، يعني بيقلب لون أبيض من ميلي ولون أسود من ميلي تانية، ولازم يكون في بجيبة الترانشكوت هباب أسود. قلت له شو هباب أسود؟ قال لي بويا بتدهن وجهك، ولازم تعرف أنت بالشوارع كلها بدك تهرب فيها يكون في بنايات فيها مدخلين، مدخل بتفوت منه ومخرج بتطلع منه. قلت له بس نحن عم نلاحق الناس يا دكتور، مش هن عم يلاحقونا هلا. قال لي هيدي احتياطا لبعدين، ما بتعرف كيف تقلب الأيام. ويا عيني على سبع صاحب شجعنا صاروا بالقوة بالحيلة بكتر الرجال حصروا، خدوا في قلب القفص وسط الكلاب حشروا، زعق الأسد في القفص خاف الرجال حواليه، زعق الأسد في القفص خاف الرجال حواليه، طمن كبرهم صغرهم قال له تفزع ليه، قوم اطعم الفم تركب بعد جمعة ليه، طمن كبرهم صغرهم قال له تفزع ليه، قوم اطعم الفم تركب بعد جمعة ليه يا عيني. نحن نعرف أن المركزية نقيض لتوجه الإخوان المسلمين، ومحبوب يعرف ذلك والجميع يعرفون ذلك، ولكنه كان لا يجد حرجا في أن نسعى للتفاهم أو للتنسيق مع الإخوان المسلمين. وهناك قضية معروفة حين قرر الحزب الشيوعي المصري وقتها التنسيق مع جماعة الإخوان، كان مندوب الحزب محجوب، وكان مندوب الإخوان وقتها سيد قطب، وسمعت أنهم التقوا في مسجد أبو العلا. الخلاصة أنه لا يجد غضاضة في أن يقبل الآخر كما هو إلا إذا كان الآخر خائنا أو معتديا، فيما عدا ذلك لا بأس. ولذلك فقد من خلال حواراتنا توصلت، أنا الذي صغت، لكن كان هذا من خلال حوار معه، شعار كلمة مقابل كلمة ورصاصة مقابل رصاصة. مرة بذكر جملة ظلت تحفر في ذهني حتى اليوم، لأنه أنا كنت قوي جدا في التحليل وفي
ردء الآراء الأخرى، وأعتبر نفسي يعني يجب أن أثبت في كل مناسبة أني الأقوى في هذه الظاهرة. فأخذني مرة على جنب بعد ما سمع مداخلة فقال لي ما تكسر عظام أخوانك، لأن تكسيرها لن يسمح لهم أن يصمدوا معك كما صمودك. يعني إذا أردت أن يكونوا أقوياء فارحمهم حتى في التحليل، ليس في أي شيء آخر. صرنا نتحدث عن أمور الثورة، والواحد صار هو متصف بالحكمة ومعروف عنه أنه مستشار القيادة الفلسطينية، ولكن بنفس الوقت هو إنسان كتير متواضع، جد متواضع. صار يشرح لنا أنه هيدي الحرب يلي مبلش بلبنان هيدي حرب عباسية، وهيدي حرب هدفها تدمير الثورة الفلسطينية، وهيدي حرب هي هدفها تدمير الدولة اللبنانية، وأنه هيدي حرب لمصلحة اليهود. ومرة بتذكر مرة عملنا نقاش كتير شيق وقت إجا جان جيني على بيروت، لأنه أنا شفت جان جيني وانصدمت، لأنه جان جيني قال لي لشو بتكتبوا قصص، لشو بتكتبوا أدب؟ فأنا قلت له ليش؟ قال أنتوا هلا عم تناضلوا اكتبوا منشورات. قلت له أنت بتحكي هيك لأنك كتبت الأدب تبعك يعني من هون؟ قلت له بس أنا أكتبهم كلهم بدي أكتبهم بعمل لك منشورات. فطبعا صار نقاش هيك طريف مع محجوب، لأنه محجوب كان من رأي جان جيني بمعنى ما، يعني أنه نحن بالأخير هدفنا النضال، وبالأخير القصيدة الكبرى اللي بنعملها هي بنعملها بشغلنا بأجسادنا بأرواحنا بممارستنا، وربما أو حق. بس تعرفي لازم يكون في ناس مثلنا تيكونوا شهود لإلهم. يعني نحن الكتاب بنفكر حالنا مهمين، احنا مش مهمين، احنا مهمين بصفتنا شهود لأبطال مثل محجوب. بأمانات يا صاحبي تغمس لقمتك بتراب، ولا تقبل الشهد لو قدموه أغراب، واجمع عرق زندك إن يوم عطشت شراب، ولا ترضى بالذلة ولا صحبة الأندام، ولا ترضى بالذلة ولا صحبة الأندام. كم سبع جوا القفص بين الكلاب نهشوا. كيف تطور فكر محجوب في الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي؟ لا سبيل لحلحلة المغتصب الصهيوني إلا باستخدام العنف، وقامت فتح على هذا الأساس. وحين انضم محجوب إلى فتح كان يحكمه عاملان: العامل الأول أنها تتبنى الكفاح المسلح، العامل الثاني ولعلها ربما المرة الأولى التي أصرع فيها بذلك أنها كانت بلا إيديولوجية، ولأنها بلا إيديولوجية كان يمكن أن تكتذب الجميع، مسيحيين، مسلمين، يابانيين لا يؤمنون بأحد. وكان الموقف وقتها أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة العنف. في تنظيم عملات اتحاد الأطباء العرب عشان يروح يشتغل مع الفدائيين في الأردن. محجوب لم يقبل عن طريق وزارة الصحة وعن طريق اتحاد نقابات الأطباء العرب، إنما سافر لوحده عن طريق أصدقاء لينا إلى الجزائر، ومن الجزائر طلع على الأردن، فكان لوحده. حين التحق بمنظمة فتح كان عليه أن يختار أحد خيارين: إما أبو فلان
وهو لم يشأ ذلك، وإما أن يظل باسم محجوب، وإما أن يدخل تعديلا على الاسم، فأضاف إليه اسم عمر، والد صديقنا المرحوم علي عمر. في الحقيقة كانت علاقات عرفات بكل من محجوب ومختلفة قليلا، لأن محجوب كانت هنالك عنده مشكلة رئيسية، وهي اعتبار نفسه يعني مصريا يعمل في خدمة الفلسطينيين وفي خدمة الثورة الفلسطينية، ولذلك كان ينأى بنفسه عن أن يأخذ أي منصب أو أن يأخذ أي موقع أو أن يكون له أي نقطة نفوذ، وإلا الجانب المعنوي كشخص يعني أن يرجع له أن يناقش أن يطرح قضايا يعني تهم الشباب وتهم المقاتلين في التعبئة العامة وفي الموقف السياسي العام. محجوب فجأة جالنا تاني يوم أو تالت يوم على الأشرفية، مسك حاجة احنا بنسميها في الطب الترياج. الترياج اللي هو ايه؟ عينين كتير يقولنا، والمناسبة العينين كتير اللي كانوا بيقولنا دول كانوا بيجوا ازاي؟ ما كانوش عربيات بتجيبهم، عربيات الزبالة قلبات تاخد الجرحى على الميتين على الصحيين الهربانين على الاطفال كلهم تحط في عربيه زباله، وتيجي ظهر العربيه على مدخل قسم الجراحه وتقلب السياره ينزل ده كله قدامنا مع الوفيات كتير مش عارفين نودي القتلى فين. القائد العام للمستشفى محجوب قال القتلة اتحطوا في الأوضة دي، بدأنا بواحد اتنين تلاتة وبعدين بدأنا نحط فوقهم. في نهاية اليوم الأول أو التاني عدينا القتلة 192 قتيل، بدأوا يتريح يطلع لهم ريحة ويعفنوا. أنا جيت لمحجوب قلت له محجوب الريحة والناس مش طايقة وحطينا المسكات نعمل ايه؟ قال طيب على الفجر نرمي هدول عند الحرش اللي هو على جنب سور المستشفى الأشرفية، كتير منهم مموهين لابسين لبس الفدائيين مموه، فكنا ناخدهم بالليل نرميهم الدنيا تنور شوية، جيش يشوف يلاقي جسامين لبسة لبس المواد كان يفتكرهم كمين فيبدأ يضربهم بالمدفعية، ساعتها الريحة بتروح بتحرق كله. محجوب كان يبحث أي بؤرة هناك ألم فيها نجده في هذه البؤرة، ولو أنه غير مسؤول عنها. لا أستطيع أن أنسى أنه بقي مع أهالي تل الزعتر لفترة، وعلى أنه كان أول من استقبلهم أثناء خروجهم، وكأنه جزء منهم من الذين هجروا بالقوة، وله صورة شهيرة ب يعني الكميون الذي حملهم كالبضائع من منطقتهم إلى منطقة أخرى. كان محجوب بين هؤلاء المهجرين بالقوة، وكله تعب وكله ألم جزء من هؤلاء. أفتكر له إزاي لما الإسرائيليين بعتوا له عربية تنفجر قدام مكتبه، في قدام البيت اللي فيه مكتبه مركز التخطيط للثورة الفلسطينية في بيروت في الفكياني، فالعربية انفجرت، وإزاي الدكتور محجوب كان واقف هو والسيد منير شفيق المفكر الفلسطيني المعروف والأخ سمير غطاس المصري الملتحق بالثورة الفلسطينية، وكانوا يشيلوا الجرحى ويجروا بيهم في العربيات بتاعت الشباب وكده على المستشفيات عشان انقاذهم للجرحى دول. يعني محجوب قبل مرضه كان هو عنده يعني افكار سياسية اكثر جرأة، فذهب الى غزة وذهب الى الضفة الغربية، ودهمته الجلطة
في أثناء مكوثه في غزة. ولذلك المحجوب بالنسبة للفلسطينيين هو ما كانش يحب انه حد يحطه في الصورة دي، ولكن رغبا عنه هو أيقونة. دكتور محجوب عمر أيضا من القلة القليلة من المصريين اللي كان بيصرف على نفسه وهو في خلال صفوفه في الثورة الفلسطينية، لم يأخذ مليما من الثورة الفلسطينية. لما كنا في غزة وهو تعب هناك، جاء أبو عمار عايز يزوره وقال له يا محجوب أنت كتير قدمت لفلسطين. فهو رد عليه وقال له يا أبو عمار فلسطين ادتنا حياتنا، خلت كتير ناس يتقابلوا ويتفاعلوا ويحبوا بعض ويكرهوا بعض بس حبوا بعض. حبينا بعض في فلسطين. أبو عمار يعني حب يعبر لمحجوب عن امتنانه، فبعت له وسام القدس. كان الدكتور محجوب عمر فلسطيني مع المصريين، وكان مصري مع الفلسطينيين، وكان مسلم مع المسيحيين، وكان مسيحي مع المسلمين. هو ده الدكتور محجوب عمر. يعني في الوقت اللي عرفت فيه انه هو قبطي واللي عرفت فيه انه انا شيعية كمان، ما تغير شيء من احساسي تجاهه او ما تغيرت صورته بذهني. لا، يمكن كبرت اكتر انه هذا الانسان اللي عاش عنا فترة طويلة، مش بس عنا بالبيت، بهاي المنطقة فترة طويلة، ما حدا عرف منه شيء غير مذهبه الانساني بس. اول شيء طلعت هو قاعد على مكتب متواضع جدا رغم انه مستشار القيادة، كاتب على اللوح انا جمهر مفرد جمهور مفرد جماهير. اول ما حنوفي بالوعد حنسمي باسم اللي ما تصدق في المدرسة والدار، باسم اللي ما لم يخف إطلاق النار إلا بوفاة عبد الناصر. لما مات عبد الناصر توقف إطلاق النار ما بين الفدائيين وما بين السلطة. لقيت محجوب جاي لي خبط، أنا مش عارف إيه اللي حاصل. قال لي عبد الناصر مات. قال لي ما تتكلمش ما تعيطش، أنا عايز أعيط أنا كمان، مش على عبد الناصر، على الموقف السيء اللي احنا فيه. المرة الأولى التي تعرفت فيها على محجوب عمر كانت أثناء مبادرة روجرز، وكان وقتها الجبهة الشعبية تقيم الدنيا ولا تقعدها ضد عبد الناصر. كان لنا ندوة في بدنايل في بلدتي اشترك فيها محجوب عمر وصلاح صلاح عن الجبهة الشعبية، وقد شهدت في تلك الندوة كيف كان محجوب عمر يدافع عن عبد الناصر ولا يتهمه بالخيانة ويرفض تخوينه ويدلي بحجج كثيرة تخفف عن عبد الناصر التهم التي وجهها إليه القوميين العرب والجبهة الشعبية. عاش السجون لسنوات، وكان عجيب أنه لا يتحدث بكراهية عمن سجنه أكثر من 11-12 سنة بلا ذنب، فقط لمجرد أفكاره السياسية، ويتحدث عنها كأنها يعني خلاف في الرأي وخلاف في الأداء.
وأذكر أننا جلسنا في مركز التخطيط، لو لم تكن الذاكرة كان في بناية في حي الفكهاني في الدور الرابع في مكتب محجوب، وأمامنا التلفزيون نرى السادات يترجل من الطائرة لتستقبله جولدا مائير، وأصوات المظاهرات تخترق النافذة، ونطل لنرى الدخان يتصاعد من إطارات السيارات المحترقة والهتافات. وأذكر أنني نظرت في عيني محجوب وتساءلت، ترى هل هي مظاهرات كادر أم مظاهرات جماهير؟ وكانت إجابة محجوب هي مظاهرات كادر. وأذكر الآن عبارة قلتها لمحجوب: ستفتح الحدود أمام كل من يحمل جواز سفر إسرائيلي. قال: نعم. قلت: أمام عرب 48؟ وبدأنا ننتبه إلى أن الظاهرة مركبة، قد يكون فيها شيء إيجابي. وبدأ هنا ما يحلو للبعض أن يسميه التفكير خارج الصندوق. أن ترفض هذا تفكير داخل الصندوق، أن تفكر فيما بعد هذا تفكير خارج الصندوق. وتبلورت آنذاك من خلال حواراتي معه فكرة السلام الهجومي، نحن نلتزم بالسلام ولكن نهاجم بالسلام، المقاومة السلمية، نخترق إسرائيل، نخترقها سلما. وتوصل معي محجوب إلى أن إذا سلمنا بأن إسرائيل كيان غريب مغتصب، فهي الكيان الذي يرفض السلام، ونهايتها في السلام، مقتلها في السلام. لكتف على كفي، على كفي والحبر من دمي، يا همتي كفي، آه يا عزوتي ضمي. لكتف على يعني أنا بعتقد أنه محجوب هلأ لو بيكون موجود بيكون أول شيء بيكون كان بميدان التحرير، ما عندي ولا شك، وبيكون كان بمحلات تانية بتشبه ميدان التحرير بالقاهرة، وبيكون عم يتابع بالتفصيل الأحداث مثل ما عم تصير، وأكيد بيكون عم يعيط على الشباب وعم يخانقهم لما بيحبطوا ولما بدهم يبطلوا أو لما بييأسوا أو لما بيشعروا بالحزن. أنا بعرف أنه مثلا محجوب مرق بتجربة أيلول الأسود، وأكيد أنها أثرت فيه، وأكيد أنها تركت يعني بنفسه أسى، في انهيار للحظة بالأخير، لكن هو استعاد بعدين وراها، ورجع استعاد ورجع استعاد، ما مرة بطل. يعني هالخاصية تبعيت أنه يلي هي خاصية محجوب، ويمكن كتار من جيل محجوب، أنه بالأخير الواحد متمسك بقناعات وبقيم معينة. يعني لو المرحوم محجوب طبعا هو كان بتمنى يكون شهيد، وأنا بعتبره شهيد إن شاء الله، كان موجودا لكان متألم جدا، لأنه كان في ذلك الوقت الخوف من عزل الكتائب أن تؤدي إلى نوع من الطائفية أو نوع من الصراع، يعني الغير مبني على أسس سياسية سليمة. فكيف الآن عندما تحولت هذه الصراعات على مستوى عشائر وقبائل وطوائف، ونشأت توجهات متطرفة لا تحمل هدفا يعني توحيديا للأمة؟ لا شك أنه الآن الوضع الفلسطيني بعد التجربة هاي المريرة، أعتقد ما كان سيكون مسرورا لما وصل إليه الوضع الفلسطيني الحالي أو الوضع العربي. ب2006 بعتقد رحت على القاهرة، وأخذوني أصدقاء على بيته وشفته كان نايم، بس وكان
بيشبه كتير حاله قبل بكل هالعمر هيدولة، يعني بيشبه حاله، قسماته هي نفسها، بس هو كان بعتقد بسبب الأدوية كتير مورم ومتضخم ومنه قادر يتحرك. لكن هيدا ما منعه انه لما قالت له منى هي نهلة وصلت، نهلة انا كنت مخبرتهم انه راح اجي، فرح وشه امتلت وش قسمات وشه فرح، وحكاني كلمتين ثلاثة بيدوب يقدر يحرك شفافه. كان محجوب ما كان كاتب رواية، كان بطل، كان بطل بطل كبير وعظيم لرواية عظمى. جنازة محجوب كانت في كنيسة كليوباترا، و عندما زاع الخبر أزعته البي بي سي، توفى المناضل محجوب عمر، ابتدت وكالات الأنباء وكده. وصل هذا الخبر إلى فلسطين، في كل قرية فلسطينية ومدينة كان هناك مجلس عزاء لمحجوب عمر. أسطورة محجوب، أسطورة لا يمكن تكرارها. سؤال، هل هو كان عاوز يبقى أسطورة؟ لا أعتقد. أنا ما كنتش موافقة على أي حد يعمل أي حاجة عن محجوب، ولكن أنا كنت واخدة بكلمته أنه إحنا مش عايزين نبقى أسطورة ولا مزار للناس. بس أنا ما كنتش عايزة يعني أزعجتكم بإني ما، رغم إني قلت إنه محجوب مش حكر على حد وكله، بس حسيت إنه زعلتكم إنه أنا ما كنتش عايزة أشترك بهذا الفيلم. لا، أنا من كل قلبي مع كل شيء بيتحكى عن محجوب، بس أنا مع فكرته إنه إحنا مش عايزين، هو مش عايز يبقى لا أسطورة ولا نيجي نزوره يعني مزار، عارفة زي الأولياء الصالحين، بس هو ولي صالح أنا رأيي. مقدرش نام مصحاش إلا في جوف الأرض، حق علي وفرض، وحتى في جوف الأرض حيقف على راسي حجر يشهد على عشقي، محسوب ولد محسوب للست والأحباب، وكأنه كان مكتوب أطلع أنا المحسوب من يومي وأكون على الباب. لما انت ناوي تريب على طول، مش كنت آخر مرة تقول. لما انت ناوي، لما انت ناوي تريب على بالليل أسيب نفسي الهم والأفكار، أفضل أفكر في كون زمان زاداري. بالليل أسيب نفسي الهم والأفكار، أفضل أفكر فيك وانسى من تداري، والقلب عاد لما انت ناوي، لما انت ناوي.